بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في ضيافة القاضي محمد إسماعيل العمراني حفظه الله ورعاه وأمد بعمره ونفع بعلمه. ونحن خصصنا الحلقة التي مضت وهذه الحلقة للإجابة على أسئلتكم. باسمكم جميعا أرحب بالقاضي محمد، حياكم الله يا قاضي محمد، بارك الله فيكم. قاضي محمد، أنا سأبدأ مباشرة بالأسئلة. يقول: ما رأيكم في الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المسألة من جملة المسائل الكبار الذي يسموها من المعارك العلمية. الله الله. فمن العلماء من قال بمشروعية الجهر في الصلاة الجهرية، وهذا هو الذي رجحه الشافعي والهادوية الزيدية. نعم. ومنهم من قال بالإصرار، وهذا هو الذي رجحه الحنابلة ومن وافقهم. الشافعي والهادوية قالوا المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ وسمع مثل أنس بن مالك ما سمعش، فروى أن النبي ما أتش بها جارا، ومثل علي بن أبي طالب سمع وقال أنه سمع الجهر من النبي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مذهب الهادوية الزيدية والشافعية. الحنابلة ومن وافقهم عملوا بحديث أنس أنه لم يسمع لفظة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أسانيد أحاديث الإسرار أصح فترجح. وهذا الآخرون قالوا أحاديث الإثبات مقدم مثبتة، والمقدم على من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي أو على الساكت، فلهذا رجعون. المسألة بسيطة، أما رأيي الشخصي فهو كله صحيح، لأن الأحاديث الواردة في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صحيحة، والأحاديث الواردة بالإسرار صحيحة أيضا إن لم تكن أصح. جميل. وقد قال علماء الأصول: لا تعارض في أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما تكون المعارضة في أقواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الأفعال فلا تعارض. فحينما روي عن النبي بسند صحيح أنه جهر بالبسملة، وروي عنه بسند صحيح أنه جهر بالبسملة، فمذهبي طول مدة طويلة كلما سئلت عن هذه المسألة أقول هذا جائز وهذا جائز. ومن بشكاك ويصلي خلف من بشار وهو ممن لا يشر أو العكس، أقول لكل واحد: لا مانع لك يا من مذهبك أنك تشهر أن تصلي خلف من كان يسر بها إسرارا، كأنك صليت خلف أنس بن مالك. جميل. أو خلف أحمد بن حنبل أو خلف رسول الله كما ورد في حديث أنس بن مالك، والعكس الذي مذهبه سكوت أقول لا مانع لك أن تصلي خلف من يشر، فإنك كأنك تصلي خلف الهادي أو خلف الشافعي، بل مش خلف الشافعي، خلف علي، بل خلف علي بن أبي طالب رضي الله أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجع عندي. جميل. وهو مذهب
الإمام الشوكاني نعم. خلافا للإمام المقبلي، فقد رجح الإثبات على النف الإجهار المقبلي في كتاب المنار، رجح مذهب الشافعي والهادي أن بالجهر. الله أكبر. أما الشوكاني فقال الكل جائز. بارك الله فيكم يا قاضي محمد. هنا يسأل السائل، يقول نفس السائل وأرجو أن يعذرني قد لا أستطيع أن أجيب على أسئلته كاملة، يقول هل يصح رفع اليدين عند دعاء الخطيب في خطبة الجمعة والعيد؟ خطيب الجمعة يدعو ولكن لا يرفع يديه. جميل. من السنة أن خطيب الجمعة إذا دعا للمسلمين لا يرفع يديه، لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يديه حال خطبة الجمعة، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف. وهكذا لم يروى عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يرفعون أيديهم حال ما يخطبوا خطبة الجمعة. وأول من ابتدأوا بعض الأشخاص في العصر الأممي، وعد فيه خلاف، عادني مترتف في بعض الأشخاص، قيل فلان وقيل فلان وقيل فلان، وما كنت كنش مستعد أنك تسألني بهذا السؤال، وإلا فهو في ذهني قبل ما أقابلك. لا بس. طيب بالنسبة للمؤتمين، هل يرفعون أيديهم الذين يحضرون الخطبة؟ الذين ما بش معنى الظاهر الأصل جواز، لا ينطقوا ولا. جميل. أما رفع الأيدي فالظاهر لا. طيب قاضي محمد يقول هنا، ما التورك في التشهد الأخير، هل هو سنة مؤكدة؟ التورك في التشهد مشروع الأخير. في التشهد الأخير فيما كان من الصلوات فيها تشهدين، أما التشهد الأخير في صلاة الفجر فلا تورك. إذن في المغرب. إنما التورك في المغرب والعشاء والظهر وغيره ما له تشهدين. جميل. قاضي محمد هنا السائل يسأل يقول، أرجو منكم أن تفتوني في عمل الكوافيرات، هل هو حلال أم حرام؟ الكوافير أنا فيها تشبه بالإفرنج. نعم. أقول له إذا لم يكن حرام فهو شبهة من الشبهات، والمؤمنين وقافون عند الشبهات، لذلك الأولى ترك. قلت له هكذا. لا أستطيع أجزم بالتحريم، ولكن أقول أنه شبهة من الشبهات، لأن فيه تشبه بالكافرات وفي تغيير خلق الله وغير ذلك. جميل. ما ينبغي. ومن طيب. حام حول الحماية يشك أن يقع فيه. أن يقع فيه. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات، والمؤمنون والكافر عند الشبهات، ومن حام حول الحماية يوشك أن يقع فيه. جميل. طيب قاضي هنا يسأل يقول، ما حكم من لقي لقيط وإلى من ينسب؟ اللقيط لا ينسب إلى أحد. اللقيط لا ينسب إلى أحد، لأنه إذا نسبوه إذا انتسب إلى من لقطه سيدخل تحت الوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من انتسب إلى غير نسبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا اللقيط يكون ابن للاقط رمزيا لا شرعا ولا ديانة، لأن التبني حرام، والقرآن يقول ادعوهم لآبائهم وغير ذلك، لكن رمزي ما يقولوا له ابن الشارع، ما يقول له ابن فلان، لكن يجب عليه أن يخبره من حين وعاده صغير أنه ليس بابنه، لأجل أنه لا يرث، وإنما سيصيله، وبأصل أن النساء يتحجبن منه إلا إذا كان هناك رضاع وغير ذلك. جميل جميل. وكذلك أيضا وهو أهم، إذا كانت لقيطة فيجب أن نخبرها، لأنهم في بعض الأحوال بيعقد لها الذي رباها.
وهو ليس ولي. وليس له. الولي هو الحاكم الشرعي. الله الله. المولى من الدولة في المنطقة. وليس المراد أن الحاكم سيصل إليها أو تحضر عند الحاكم. يكفي الحاكم أن يستمع إلى شاهدين ثم يوكل المربي بأن يعقد لها، فيقول زوجتك بفلانة الذي وكلني الحاكم بأن أعقد لها، والزوج يقول قبلت. هذا هو الشرع، هذا هو الأمر الشرعي. جميل. الذي تبرأ به ذمتي، اللهم اشهد. بارك الله. لأن بعضهم بيغلط ويعقد لها وهو ليس ولي لها. نعم. طيب قاضي محمد هنا يقول ما حكم الطلاق عبر الجوال، هل هو جائز؟ الهاتف نعم قد وقع، لكن عند التنازع كيف سيقع؟ إذا أنكر اتعز الطلاق هو أنكر، لابد من الحضور عند الحاكم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وهو لابد أن يأتي باثنين شهود، وهذا الاثنين شهود هل سيشهدوا عند المطلق أو عند المطلقة؟ كيف أن سيشهدوا؟ فالأحوال لا ينبغي أبدا. جميل. أما إذا قد وقعت حادثة مثل ما قد وقع بعضهم طلق زوجته، هذا فهذا إذا شيب الشهود حال ما بيطلق إثنان شهود يشهدوا أنه طلق وقع الطلاق، وإنه قد أخبرنا واعترف فقد وقع الطلاق. أما إذا أنكر ويتعد فلا بد من يحضر عند الحاكم، والحاكم يحكم باللازم شرعا في مسألة إذا ادعت المرأة الطلاق وأنكر الزوج الطلاق. قول من هنا يا قاضي؟ قول الرجل أو قول المرأة؟ قول الرجل. قول الرجل. إذا ولكن إذا لم توجد بينة فيقبل قوله ويحلف، ولكن الحاكم يحكم بحكم على ظاهر الشريعة فيقول وبموجب طلب اليمين من الزوجة وبموجب أنه قد حلف فقد حكمت بكذا بالشريعة على ظاهرها. الله. تختمه وترث، وعليها أن تختمه، وعليه أن ينفق عليها، وإذا مات سترثه. جميل. وإذا ماتت سيرثها. لكن هذا الكلام السرية الذي يكون ما بين الزوج والزوجة. نعم. يقول للزوجة إذا أنت متيقنة أنه قد طلقاش، ما بينش وبين الله لا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك. الله الله. ويقول للرجل هذا الشريعة على الظهر، والله يتولى السائل، فإذا أنت عارف أنك طلقتها وأنك حلفت فجر فالشريعة على الظهر سترثها ويرثك، ولكن ما بينك وبين الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا عرفت أنها قد طلقت ومتيقن فلا يجوز لك بينك وبين الله أن تمسها، تبقى زوجة تخدمك وأنت تكفي عليها وجوبا وترزك ويرزك. أما الشيء هذا فلا يجوز ما بينك وبين الله، لأن الشريعة على الظهر والله يتولى السرائر. نعم بارك الله فيك. إذن يحكمون بظاهر الشريعة. طيب قاضي محمد، اثنان كل واحد تزوج أخت الثاني، فما رأيكم في هذا الزواج؟ هذا يسمى الزقاق. الزقاق البدل. البدل. إذا كانت بمهور فهو بدل أو زقاق جائز، وإنه بغير مهر فهو شغار فاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شغار في الإسلام. أما إذا قد عينوا المهر فهو جائز شرعا، ولكن هناك بعض المفاسد، وذلك بأنها إذا هربت يهرب الثاني بالقوة ولو ما لم يكن بينها وبين زوجها شيء،
وإذا طلقت يطلق الثانية، فهذا جائز من ناحية الشريعة، ولكن من ناحية أخرى من خارج الموضوع لا يجوز، لأن فيها عدة مفاسد. ومن جملتها أنه أن واحد منهم طلق المرأة فجاءوا أخرجوا المرأة الثانية من عند زوجها وهي راضية عنه وهو راضي عنها. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله فلا يجوز اللهم إلا إذا كانوا سيتراجموا أنني أزوجك بأختي وأن تزوجني بأختك، وإذا حنقت إحداهما لا تحنق الأخرى، إذا نشدت إحداهما لا تنجد الأخرى، إذا طلقت إحداهما لا تقبل الأخرى، إذا كنت كان أشردوا هذا أما بشهود وتهجموا فلا بأس. مع وجود المهر. أما المهر فهو واجب. جميل. قاضي محمد، هنا امرأة عازبة ربت طفلا طفل شرعي، تقول هكذا: ووالديه معروفين عندهم، وهم لا يرغبون به لظروف خاصة، وأرضعته أختها وزوجة أخيها، فهل إذا كبر يحق له أن يقابلها ويصافحها وإخواتها الأخريات؟ خالة من الرضاع. لكن الأب الأب آخر أجل ما يصبرش. ما بلا ترضع هي. نعم. أو ترضع البنت لا يصح، لأن إحنا نشير الأب الذي يجلس عنده. جميل. وعلى ذلك فلا يصح. لا يصح. نعم. جميل. طيب قاضي محمد، على عجالة هنا الأخ يسأل يقول: ما رأيكم في مسألة تحديد النسل؟ لا يجوز تحديد النسل. لا يصح أبدا. لكن إذا كانت المرأة سيضرها الحمل وسيضرها الولادة فلا مانع إذا قرر الطبيب المختص أن تستعمل علاج يمنع من الحمل. أما أن احنا نقول لهم حددوا الناس يقضوا على المحبرة فذمتي لا تبرأ بهذا. لكن لو قالوا تنظيمه مثلا كل سنتين كل 3 سنوات ما أستطيعش. لا تستطيع في ذلك. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا زين الشهور.